هذا العمل اليوم خيري قمنا به بمبادرة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن كفكرة جات مع أنا مع واحد طبيبة في واشنطن مع السفارة باش نديروا عمل خيري في هذه الخيرية هذه في الخيرية اللي كاينة في صلة اللي فيها الأيتام اليتامى. دونك كانت كفكرة وكبرناها والحمد لله يتنجز بمساعدة ديال دونك السفارة مع ديال الولايات المتحدة الأمريكية مع الجمعية هذه مع وزارة الصحة وبزاف ديال الأطراف. الأهداف ديالنا من هذه المبادرة هو بأننا نعاونوا لي زونفون الأطفال اللي في الخيريات لأن صعيب عليهم باش يمشيو عند الطبيب خص لي يخرجهم الرخصة بزاف ديال الحوايج باش يمشيو يتعالجوا. الوغ حنا جبنا مجموعة من الأطباء ديال الأمريكيين اللي يجيو لهنايا ونتعاونوا مع الأطباء المغاربة وهذا شيء مهم لأن إن شاء الله واخا نمشيو بغينا تبقى المتابعة ديال هاد الأطفال باش يبقاو يكون عندهم يكونوا صحيين والعلاج ديالهم ما يتقطعش بحنا مشينا. سيتين كارافان ميديكال اللي جايه من طرف السفيره ديالنا في واشنطن للجومينا كتخصص من بعد بزاف ديال الاختصاصات فيها الاختصاصات ديال العينين فيها الاختصاصات ديال الاسنان فيها الاختصاصات ديال القلب والشرايين فيها الاختصاصات ديال الجينيكولوجي ديال العيالات وفيها 11 طبيب اللي صفتتنا السفاره ديالنا في المغرب الله يجزيها بخير.